أهلا بعودتكم. لنبدأ من حيث توقفنا. لقد قلنا أن لدينا هذه الزاوية، هل يمكننا إيجاد أي من هذه الزوايا التي يمكن أن تساويها؟ حسنا، نحن نعلم أن الزوايا الداخلية المتبادلة، أنت تعلم هذا مستعرض، خط مستعرض هنا وهذان خطان متوازيان، بالتالي نعلم أن الزوايا الداخلية المتبادلة، إذا هذه داخلية والداخلية المتبادلة متساوية، إذا نعلم أنهما متساويتان. أنا لن أقوم برسمها لأنه في بعض الأحيان إذا نسيت الداخلية المتبادلة يمكنك فقط أن تتذكر أن الزوايا المتناظرة متساوية، فيمكنك القول أن هذه الزاوية هي أيضا تساوي هذه الزاوية، ثم يمكنك أن تستخدم الزوايا المتقابلة مرة أخرى حتى تصل إلى الداخلية المتبادلة. سوف أبين لكم ذلك. الشيء الجيد في الرياضيات أنه مفيد للناس الذين لديهم مشكلة في تذكر الأشياء، فعليك أن تتذكر أشياء قليلة وحينها كل شيء سوف يفيض منها. لكن على أي حال، فقد أوجدنا أن هذه الزاوية هي نفس هذه الزاوية، صحيح، لأنها زوايا داخلية متبادلة، وهذا هو الضلع المقابل، هذا هو الضلع المقابل. ثم أخيرا، ماذا عن هذه الزاوية هنا؟ سوف أرسمها زاوية ثلاثية، واحد اثنان ثلاثة ثلاثة. ماذا تساوي هذه الزاوية على هذا المثلث؟ حسنا، لنفس السبب، الزوايا الداخلية المتبادلة لخطين متوازيين. تذكر، السبب الوحيد الذي يجعلك تدعي هكذا هي لأنني أخبرتك منذ البداية أن هذا الخط هنا وهذا الخط هنا هما متوازيان، صحيح، وإلا لا يمكنك أن تدعي ذلك. لكن بما أنها داخلية متبادلة فإننا نعلم أن هذه هي نفس الزاوية، نفس الزاوية. حسنا، لقد بينا الآن أن هذان المثلثان متشابهان، ولم يكن علي أن أجد الزوايا الثلاثة، كان يجب أن أجد زاويتين، وهذا كاف لك حتى تعلم أنهما متشابهان، لأنه إذا كانت زاويتين متساويتين في الثالثة أيضا سوف تكون متساوية. والآن لنرى إذا كان بإمكاننا استخدام هذه المعلومات لنجد النسب. إذن لنرى، دعونا نلون الأضلاع، الأضلاع المتماثلة نفس الزوايا حتى لا نرتبك. إذن هذا الضلع هو الضلع البرتقالي، صحيح، هذا الضلع هو الأزرق وهذا الضلع هو الأحمر. حسنا، أصبح لدينا كل شيء مرمز بالألوان، وربما هذا يكون مربك لكم ولكنه مفيد لأنه سوف نرى هذه المثلثات وكأنها مقلوبة. إذن لنرى ماذا يمكن أن نفعل. إذن علينا أن نجد هذا الضلع البرتقالي هنا، فلنسمي هذا الضلع البرتقالي هنا X. إذن X تساوي علامة استفهام، هذا الضلع البرتقالي هنا يقابل هذا الضلع هنا، صحيح، لأنه يقابل هذه الزاوية وهي تساوي هذه الزاوية، بالتالي هما يقابلان نفس الزاوية، فهكذا نعلم كيف يتقابلان مع بعضهما البعض. بالتالي يمكن أن تقول أن X على 6 تساوي، والآن ما الأضلاع الأخرى التي نعرفها؟ حسنا، نعرف هذا الضلع هنا، نعلم هذا الضلع الذي طوله 4، دعوني أعملها بهذا اللون، نعلم أن هذا الضلع 4، وبما أننا وضعنا X في البسط على الطرف الأيسر و4 هي في نفس المثلث الذي يوجد فيه X التي نحاول أن نجدها، فسوف نضع 4 في البسط على الطرف الأيمن. إذن 4 على ماذا؟ حسنا، ما الضلع الذي يقابل 4؟ ماذا يقابل هذه الزاوية هنا؟ حسنا، إنها هذه الزاوية،
هذه الزاوية هنا صحيح. إذا الضلع المقابل لهذا الضلع هو هذا الضلع وهو خمسة خمسة. والآن يمكننا أن نحلها. إكس تساوي فقط نضرب الطرفين بستة فتحصل على 24 على خمسة. إكس تساوي 24 على خمسة، هذا ليس بسيء. حسنا، ويمكننا أيضا أن نذهب أبعد من ذلك. يمكننا الآن أن نجد قيمة هذا الضلع هنا، هذا الضلع الأرجواني، لنسمي ذلك لا أعلم واي. لا يوجد إبداع هنا. حسنا، واي تقابل هذه الزاوية، بالتالي واي تقابل هذا الضلع ثمانية. صحيح. إذا يمكن أن تكون واي على ثمانية تساوي، حسنا، يمكن عمل كثير، نعمل يمكن أن نقول 4 على 5، أو يمكن لنعمل 4 على 5، لأنه يمكن أن نعمل 24 على 5 على 6، وهذا نوعا ما مربك، ويمكننا أيضا عمل ذلك يساوي 4 على 5. نضرب الطرفين بثمانية، ثم تحصل على واي تساوي 8 ضرب 4، وهي ماذا؟ إذا إنها 32، 32 على 5 تساوي 32 على 5. وسبب عملي لهذا المثلث هو حتى أبين أنه لا يمكنك بالنظر المجرد. في بعض الأحيان يمكنك إذا كنت جيدا في ذلك، ولكنه ليس دائما واضح بشكل كامل أي من الأضلاع يقابل أي منها. ربما يكون شيء جذاب أن تقول أن لا أعلم أن هذا الضلع يقابل هذا الضلع، أو أن هذا الضلع يقابل هذا الضلع، لكن يجب أن تنتبه دائما إلى أي من الأضلاع يتوافق مع أي من الزوايا. إذا أي ضلع يتوافق مع زاوية معينة، فإن هذه الزاوية نفسها في المثلث الآخر مهما يكون الضلع الذي يقابلها، فهذا يكون الضلع المقابل. استخدم الكثير من الكلمات، ولكن أتمنى أن هذا يعطيكم قليل من الحدث. لنحل مسألة أخرى. أولا لنأخذ مثلث ونثبت لأنفسنا، نثبت لأنفسنا أن المثلثان متشابهان. إذا لنقل هذا جميل، دعوني أرسم خطان متوازيان. والآن دعونا نرى، سوف أقوم برسم هذا خط وهذا أيضا هكذا. أولا قلت أن هذان خطان متوازيان، لذا دعوني أعلمهما هكذا، خطوط متوازية. إذا ما نريد عمله هو أن نثبت أن هذا المثلث هنا مشابه للمثلث الأكبر، هذا المثلث هنا مشابه للمثلث الأكبر، يشابه هذا المثلث، وهذا مثير للاهتمام، لقد تداخلا. صحيح. إذا في البداية، هل نعلم أي من زوايا المثلثان سيكون متساويين؟ بالتأكيد لديهما هذه الزاوية، المثلثان يتشاركان بنفس هذه الزاوية. صحيح، لأن المثلثان يتداخلا في هذه النقطة. إذا ما يمكن أن نجد أيضا، دعونا نرى، دعوني أستخدم ألوان جديدة. إذا كان لدينا هذه الزاوية هنا،
ما هي الزوايا الأخرى المساوية لهذه الزاوية؟ حسنا، يمكن أن نستخدم الخطوط المتوازية والمستعرض وقواعد الزوايا أو أي شيء آخر لنوجدها. هذه الزاوية تتناظر مع ماذا؟ تتناظر مع هذه الزاوية. إذن هما متساويتان، وحصلنا على هذا من خطوط المتوازية. إذن هاتان نفس الشيء. ثم أخيرا دعوني أختار لون جديد. لدينا هذه الزاوية بثلاث علامات. نفس الشيء، زاويتها المتناظرة ستكون هذه هنا، زاويتها المتناظرة ستكون هذه هنا. الآن نعلم أن ثلاثة زوايا متماثلة. إذا هذا مثلث متشابه. إذا علمنا أن أن لنقل أننا نعلم أن هذا الضلع هنا، والآن هذا الطول هو 5، وهذا الطول يساوي 7. هذا الطول يساوي 7، وهذا الطول هنا هو، أو لنلغي هذا. حسنا، هذا من هنا إلى هنا سيكون، لا أعلم، 12، وهذا الطول لنفكر برقم مناسب لنقل، لا أعلم، أعتقد 6. 6، وأريد معرفة هذا الطول. كيف نفعل ذلك؟ وقد جعلت المسألة محيرة أكثر عندما أضفت هذه الخطوط المعوجة. حسنا، نحن نعلم بالفعل أن هذان مثلثان متشابهان، إذا يمكن أن نستخدم هذه المعلومة للقيام بالنسب. إذا إذا قلنا أن هذه يساوي إكس، صحيح. إذا ماذا نعرف؟ نعلم أن هذا الضلع بأكمله يقابل أي ضلع في المثلث الأصغر مقابل لهذا الضلع يقابل هذا. دعوني أرسم بلون أفضل ليكن برتقالي. هذه الزاوية البرتقالية تقابل هذا، صحيح. حسنا، هذه الزاوية البرتقالية تقابل هذا كله، تقابل الخط جميعه. فإذا أخذنا المثلث الأكبر، هذا الضلع ليس فقط إكس، صحيح، لأنه ليس الضلع الكامل للمثلث، إنه إكس زائد 5. إذا نقول إكس زائد 5 هذا الضلع بالكامل، صحيح. إذا إكس زائد 5 على الضلع المقابل في المثلث الصغير، إكس زائد 5 على الضلع المقابل في المثلث الصغير. إذا الضلع المقابل في المثلث الأصغر فقط هذه على 5، صحيح، يساوي، ويمكن أن نقول أيضا 12، يساوي 12، لأن هذه تتناظر مع هذه الزاوية في المثلث الكبير. يساوي 12 على ماذا؟ على 6، لأن هذا المثلث الأصغر، ويمكن أن نحل ذلك. هذا يصبح 2، صحيح. تحصل على إكس زائد 5 يساوي 10. إكس تساوي 5، وهذه النتيجة التي أردناها.
هذا كل الوقت الذي أملكه. أتمنى أنكم استوعبتم المثلثات المتشابهة. استمتعوا وأراكم قريباً.